قلبي وقلبك الماس ونحب كل الناس صدفي خلق احساس وحدنا نربط الحب من حبنا حسدونا تيفرقونا بس ايدي بايدك شبكوا باحساس قربونا اكتر قلبي وقلبك الماس عمرنا بيت صغير بالحب صار كبير حجره تحول حرير وبشوقنا دفينا قلبي وقلبك الماس ونحب كل الناس قلبي وقلبك الماس ماما سوهان ما عم يعطيني لعبتي ساشو ساشو وطي صوتك بالحكي لأنه نايمين أنت أخوه الكبير روح للموضوع لحالك يلا أمي لا تعذبني إذا ما أعطاني لعبتي رح أضربه والله ساشو اسمعني ساشو ساشو أنتوا الاثنين ليش عم تتقاتلوا هات من إيدك شو عم بيصير ساشو هات هاي من إيدك لشوف سوهان خود هاي العب فيها لا بقى تضايقه أنا راجعة أرجوكي توثقي فيني أنا عن جد اتغيرت وصرت أحسن والهاجس تبعي تجاه سوهام كمان راح وانتهى خلاص أنا هلأ اقتنعت بحقيقة إنه سوهام هو ابنك أنتي وأنا مالي أي حق فيه وغلط يلي عملته لكي أختي أنا بعرف إني ارتكبت أخطاء كتيرة بس بترجاكي سامحيني سامحيني على هالغلطة بترجاكي اختي وصهري كمان ساتيش شكلكن لسه ما اقتنعتوا اني تغيرت وتفهمت الموضوع لهيك بترجاك قلن والدكتور كمان قال اني عن قريب رح اتعافى كليا قلن كمان انه جيراننا كانوا متعودين يتركوا أولادهم معي لحتى أعطيني أنا فيهم لحالي صح؟ قلن هالحكي ساتيش يلا قول مازن من كذا يوم معالجة فارشا كانت ممتازة وهلأ هي عم تتصرف بشكل طبيعي تماماً أختي بس اسمعيني أنا بعترف أني ارتكبت أخطاء كتيرة وأنه مو شي سهل تسامحوني على هالأخطاء كلها بترجاكي اختي انا بدي فرصه بس فرصه تانية انا بترجاكي بس فرصه واحدة فارشو خلص حبيبتي حاجه تبكي فارشو روقي لا تبكي روقي واسمعيني شو رح اقول مازن جانا يمكن هلأ أنت ضعفتي قدام دموع بارشة الكذابة بس أنا ما ضعفت أنا بحياتي ما فيني سامحها أبداً ولا بقدر أني أوثق فيها وعم تتصرف كل دقيقة بطريقة مختلفة أنا لا يمكن سامحها مازن ليش هيك عم تحكي؟ أنا بعرف أنه بارشة ما كانت منيحة بس هلأ هي تعافت ساتيش بنفسه قال أنها تعافت والدكتور أصدر شهادة بأنه هي منيحة وما فيها شيء لا جانا أنا ما رح أسمح لتقرب من أولادنا هالمرة ما بدي يجينا أي وجع راس استغلت إهمالنا وثقتنا العمياء مشان تاخده لسوهام وتهرب فيه أنا ما بدي أعيد نفس الغلط بصراحة ما عم حس إنه ولادي بأمان وهنن معه مازن ليك أنا بعترف إنه فارشا غلطت بحقنا كتير وما في حدا منا ما بيغلط
وفارشا عم تعتذر منا، لهيك نحن لازم نسامحها. مازن، أنا بوعدك وبأكد لك إنه فارشا ما عاد تزعجنا أبداً، وإذا نعاد هالشي تقدر تعمل أي شي بتشوفه صح. جانا، أنت شو بتستفيدي من هالعملية؟ مازن، فارشا هي أختي. تخيل لو إنه فاندو محل فارشا. بترجاك انتي عليك توصلي الاغراض اللي بدنا اياهن، وانا بعدين بشوف شو ناقصنا، بعدين بحاكيكي. حطهن هنيك. تفضل، هدول هنن كلهم مو؟ ايه مدام. امي. ابني. انا رايح على المحكمه، بدي اياكي تدعي لي. الله يحميك ويوفقك، كيف ما قدرت وشك. دعيت لك من كل قلبي مشان تكسب هالقضيه. انت لا تخاف ابني، يلا. بناء على الادله والشهادات التي قدمت للمحكمه، وصلت المحكمه الى نتيجه بأن السيد مازن ديشموخ لم يأخذ تواقيع مزورة من السكان أبداً، وحكمت المحكمة بأنه أصبح بريئاً براءة تامة من القضية المتهم بها. ولكن شهادات المقيمين وشهادة زوجته تثبت بأنه حاول تدمير المبنى في سبيل مصالحه الشخصية، ولا يمكن إنكار ذلك. هذه الخطوة التي اتخذها السيد مازن هي خطوة غير قانونية، والمحكمة أيضاً سوف تنتقدها، وبناءً على ذلك تحذر المحكمة السيد مازن وشريكه بأنهما إذا حاولا إزعاج المقيمين سيعتبر ذلك احتقاراً للمحكمة، ولهذا السبب سيتعرضان للعقاب. تدمير المباني ممنوع منعاً باتاً. كنت متوقع انه ما سمحت. وهذا تحذير، رفعت الجلسة. اي مازن، انا اسف استاذ، بالرغم من كل الجهود نحن خسرنا القضية. الحكم صدر ضدنا، ما قدرت أقوم بالمهمة يلي طلبت مني إني أعملها. بتأسف كتير من اللي صار أستاذ. مو مشكلة مازن، بسيطة. في حدا بالنهاية لازم يربح وفي حدا تاني لازم يخسر، عادي. على العموم هاي القضية انتهت وخسرنا، وأنا مبسوط بهالشي. بس أنت عم تحكي عن جد؟ اسمع، صداقتنا ما رح تنتهي بس بسبب هاي القضية، ما هيك؟ علاقتنا ما رح تنتهي. لهيك في كتير شغلات لازم نفكر فيها. ماشي؟ ايه، بالمناسبة أنا عندي مفاجأة لك. رح أجي لعندك المساء مشان عيد الميلاد ومنحكي هنيك. ماشي أستاذ، شكراً. أهلا. أهلا وسهلا. عيد ميلاد سعيد. شكرا استاذ. استاذ، انت جاي لحالك؟ وين المدام اشنا؟ اما لا، اشنا تعبانه شوي، بس هي بعثت لكم هدول لاوفي وتيجو. شكرا كثير. كمان هي هي الهديه تبعك استاذ. خير، شو هاد؟ جوازات سفر للاولاد. جوازات سفر؟
بس استاذ هذا الشيء فيه كتير تعقيدات. بعرف، بس كل شيء صار مرتب. كلك ذوق. العفو. بتشكرك كتير، عن جد هي أجمل هدية إجتني. فرشو كيفك؟ شو أخباركم؟ نحن مناح، أنت كيفك؟ أنا كتير منيحة، بس متضايقة منكم شوي. ليش تأخرتوا لهالوقت؟ أنت بتعرفي كيف أختك؟ تأخذ وقت طويل لتلبس. ليش عم تلوموني؟ انتو كمان بتاخذوا وقت مكي خير. شوفي شو القصة؟ رح تضلوا تتناقشوا ولا رح تفوتوا؟ يلا تفضلي. يلا يلا تفضلي. شو؟ سهام؟ فرشو؟ فرشو انتبهي على سهام. رجاءً اختي انتي امي امي امسكيها شوي لارجع. شو بدك؟ خود مسك هي، تعال هون، تعال. فرشو بترجاك انتبهي على سهام، خليه هون. اختي انا رح انتبه على اوفي وتيجو، هيك بيكون احسن. بس دقيقه، ليش ما فيكي تعتني بسهام؟ اسمعيني فارشا، انت كنتي تعبانه بس هلا انت منيحه. انت قلتي لي هالشي. ليكي فارشا، انا ما بدي اي شيء، اعتني بسهام وانتبهي عليه. شوفي في كتير ضيوف ولازم اكون معهم، كرمالي ما فيكي تساعديني؟ لا بترجاكي. ليكي اذا ساعدتك صهري وقتها اكيد رح يتضايق مني. اختي هاليوم مهم ولازم يكون مبسوط، وانا ما بدي انزعله فرحته بنوب. انت ليش هيك اكله همه؟ أنا هون ورح أشرح له الموضوع. بس دقيقة، يلا خليه معك. بس أختي قلتلك خليه معك. بس دقيقة مازن، ليش هيك عم تتصرف مع اختي فارشا؟ انا بعرف انه فارشا ما كانت منيحة، بس هلأ ما فيها شي لتكون مفكر انها رح تهرب وتاخد سهام. اذا هيك فشيل الخوف من بالك، لانه ما في شي من اللي عم تفكر فيه ابدا. بترجاك وثاق فيني لانه ما رح يصير شي. وبعدين الحفلة بلشت وفي كتير ناس هون لازم دير بالي عليهم، ما عم اقدر لحق على الناس وعلى الاربع اولاد. جانا انا هون ورح دير بالي على سهام. مازن كيف بدك تدير بالك عليه؟ انت كمان لازم تنتبه على الضيوف، فكيف رح تقدر؟ انا برايي انه تعطي سهام لاختي فارشو. اختي خلص لا تزعلي، اذا كان صهري مو حابب هالشي ليش عم تحرجي؟ أنا رح أشتغل. لا فارشا مازن، لازم تتخلص من الشك اللي عندك. اسمعني، أنا حاسة إنه سهام لازم يبقى مع فارشا. وإذا ما عطيت سهام لفارشا مخاوفك كلها ما رح تروح منك. لهالسبب طول ما الحفلة شغالة سهام رح يضل مع فارشا. بتمنى انك توثق فيني، ما رح يصير شي سيء. خلص
روتشي بنتي كيف اجيتي لهون؟ ما قالت لك امك شي ابدا؟ امي ما كان بدها اياني اجي على الحفله، بس تيتا وكمان بابا سمحوا لي اجي لهون. واختي كمان كانت رح تجي بس ما قدرت لانه فحوصاتها بلشت وعندها دراسه. ايوه هيك القصه لكان. طيب طيب مرت عمي، شفتي فارشة بشي مكان؟ شو؟ شفتي فارشة بشي مكان؟ ما عم بسمع، شو عم بتقلي؟ طفي الموسيقى! شفتي فارشة بشي مكان؟ ما شفتها، ليش شوفي شو صار؟ جانا، جانا! شوفي مازن؟ وين فارشة؟ بتكون بشي محل هون، فارشة! جانا، فارشة مانا هون! مازن، شو قصدك مانا هون؟ عجل. يلا سوق بسرعة اختي فارشة. لوين اخذة سوها؟ اخي لو سمحت سوق بسرعة بدي تلحقهم. فارشة استني، بترجاك أسرع أكثر. ساتيش وينها فارشة؟ أكيد بتكون هون بشي محل. لحظة وينها؟ بنتي أنا آخر مرة شفت فيها أختك فارشة كانت واقفة مع سوهام على هداك البلكون. بس هي هلأ ما لهنيك، أنا رحت ودورت في كل زاوية بالصالة، سوهام وفارشة مانن هون. جانا قليلي وين فارشة؟ وين سوهام؟ انت عطيتي سوهام لفارشة؟ قليلي انا خايف على ابني، احكي. مازن هو خلص جانا، لا تحطي اعذار ما لا طعمه. ما رح يصير شي لسوهام، هو بامان مع فارشة، انا ما بدي اسمع ولا كلمة، بدي ابني يرجع. جانا قليلي وينه ابني هلا؟ مازن هو ما بعرف وينه، ما بعرف. عم بسألك وينه سهام؟ انت شو قلتي لي؟ فارشة بتكون اختك وتعلقها بسهام ما عاد مثل الاول، هلا هي طبيعية؟ هلا شفتي بعينك قديش طبيعية؟
طبيعية لدرجة أنه هربت مع ابني. وكل شيء صار هاي المرة صار بسبب أهبالك أنت وبس يا جانا. قلت لك أكثر من مرة ما تعطيه الولد وأنت عطيتيه إياه. أنت أي نوع من الأمهات؟ أنت ما بتقدري تنتبهي على ابنك. مازن مازن، بتعرفي شو ممكن تكون عواقب أهمالك لابنك هلا؟ هلا ابن ناسوها من خطف يا جانا، حياته هلا بخطر. ما حدا بيعرف وين أخذته وشو رح تعمل فيه. المجنونة ممكن تعمل فيه أي شيء. أنت وثقتي بأختك يا جانا أكثر ما وثقتي بزوجك. لا مازن، إنك تضلي تتخانقي مع زوجك وما تثقي فيه، هذا يلي علمتك يا أمك. مازن ليش عم تدخل أمي بالموضوع؟ أنا ما عم دخلها بيناتنا يا جانا، بس ما عاد فيني أسكت عن هذا الغلط يلي صار. هي ما إجت ومنعتك من إنك ترفعي دعوة زوجك، ولا منعتك إنك تعطي سهام لفارشة. لغاية اليوم أمك بتعرف شو هو الصح وشو هو الغلط، بس ليش ساكتة؟ مازن في سوء تفاهم. سوء تفاهم موجود، بس أنت وأمك اللي بتفهموا صح وبتفكروا صح، مزبوط؟ طالما بتفكري صح، ليلي وينه ابني؟ بس مازن. ألو ألو، مرحبا مازن، أنا هلأ شفت أختي فارشا أخذت سهام ورايحة ما بعرف لوين. شو؟ معناها شكوكي مزبوطة. طيب وين شفتيها؟ أنا شفتها على طريق الأستراد وأنا هلأ عم حاول ألحقها. أعملي شي واحد، خليكي وراها وخبريني عنها كل خمس دقايق، أنا رح أجي لعندك. طيب ماشي صهري مازن. مازن شو القصة؟ مع مين عم تحكي؟ فارشا أخذت سهام وهربت فيه. وفيشالي شافتها بعينها. هلأ أنا ما رح أرحمها، وإذا بتحاولي تتدخلي بيناتنا ما رح تشوفي أسوأ مني. مازن أنا كمان بدي إجي معك، بترجال خدمي. أنا رح حل هي القصة بطريقتي مو بطريقتك، على طريقتي. ما حدا رح يتدخل بالقصة هي أبداً، حتى أنت. تاخدي سهام بهي الطريقة. فارشا فارشا وقفي، عم قلك هاد اسمه جنان. فارشا 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 وقفي بنتي. فارشا فارشا انتي شو عم تعملي؟ فارشا انتي خنتي ثقتي فيكي. فارشا ما بصير تعملي هيك، اعطيني سهام. فارشا انتي حطيتي لي راسي بالارض بسبب تصرفاتك. فارشا لو سمحتي رجعي لي سهام. فارشا اسمعيني، مو هيك تربي لعندي. فارشا لا تربي علي، عملك لا تربي علي، خليكي بعيدة. فارشا سهامي لي. استني جانا لا تربي عليها. بترجاكي هلأ هي مالا بوعيها، قدرانة تعمل أي شيء. سهامي لي إني أنا وبس. فارشا فارشا بترجاكي. فارشا فارشا مازن فارشا مازن دخيلك يا مازن لحق. فارشا ليلي انت هلا شو بدك؟ بدك سهام صح؟ خلص فينا نحكي، تعالي بس. مازن فارشا فارشا جاي. فارشا فارشا فارشا
فرشة! فرشة! مازن! سهام مازن ابني! اهدأ. مازن لا! سهام! مازن ابني! مازن ابني! مازن اهدى! يا مازن! اهدى لا جنة! انت ما رح تروحي! رح تضلي هون! انا رح دور على سهام! مو انت! لانه انت ما فينك تتحمل مسؤولية شيء! بابا! جنة! مازن! سهام! سهام! بابا! بارشا! سهام! بارشا! سهام! سهام! بارشا! سهام! بارشا! سهام! بارشا! سهام! مازن! بارشا! مازن استنى! سهام! لا تنزل علي! نحن رح ندور عليهم! سهام! مازن ارجع! مازن! سهام! ألو قسم الشرطة يلي عم يحكي معك مازن ديشموخ اسمعني هلأ شو بدي أقول في مرة خطفت لي ابني وكمان زتت حالة معه بالبحيرة البحيرة القريبة من أدراش ناجار حاولنا كتير نلاقيهم بس ما قدرنا بترجاك بترجاك تعال بسرعة ابني ضايع مني فرشة مازن لا تخاف نحن رح ندور سوا على سهام وفارشة ماشي؟ لا ما في داعي ساتيش أنا يلي رح دور على ابني وما بدي أي حدا تاني شندي دور هنيك كمان يلا دور هنيك لازم تدور منيح بالمي يلا بسرعة. سيدي كنت عم فكر انه شخصين ما بيكفي نحن بحاجة على الاقل لاربع غواصين ايه ماشي الو يلا روحوا لهنيك كمان دوروا بعتلنا غواصين كمان مين فيكم مازن ديشموخ انا شو صار احكي لنا انا بحكي لك سيدي زوجتي نزلت لهون وكان في معها طفل صغير مين انت انا بكون عديله للسيد مازن وشو اسمك ساتيش يا شرطي نعم سيدي سجل اسمائهم وعناوينهم هو الطفل ابن مين ابني انا ليه اكتب لي انه الطفل هو ابن مازن ديشموخ حاضر سيدي بس شو اللي كان عم يعمله الطفل مع المراه اسمعني شوي كان في عنا حفلة ببيتي هي اجت لهنيك وبعدين هربت مع ابني يا شرطي نعم توب بدقة انه مرته اجت على البيت وهربت ومعها الولد قلي ليش لحتى تخطف ابنك بالتحديد انا رح قلك واشرح لك كل شيء زوجتي ما قدرت تجيب اولاد وهي بتحب الاولاد كتير وخصوصا هذا الولد لانه هي اعتنت فيه من وقت اللي خلق
حقيقة إنه هي ما فيها تكون أم سبب لها صدمة كبيرة، لهيك صار عندها حب امتلاك لهذا الولد. يا شرطي. نعم. توب إنه زوجته ما قدرت تجيب أولاد وتكون أم، وإنه عندها حب امتلاك للطفل. حضرة المحقق، في عنا كتير وقت لحتى نكتب هاي التفاصيل. لو سمحت أول شي دور لي على ابني. مو بس ابنك يلي مختفي، كمان مرته مختفية، لازم نلاقيها. أنا ما دخلني بمرته، أنا بدي ابني وبس، ولو شو ما كلف الموضوع. طيب يا مازن اهدى، لازم نكمل الأمور الشكلية وهي اكتمله. طلع، عم يدوروا لك على ابنك ورح نلاقيه. صحتين. كل شي فكرنا فيه انكتب بضبط الشرطة اللي صار بالقضية، بس لو الخطة الأخيرة نجحت كان مازن اليوم نايم بالسجن، وكان صار الاحتفال ممتع أكثر. وكمان بآخر لحظة خدعنا شاشانك الغبي. منيح، بس الغلطة غلطتنا نحن، وثقنا بهذا الشخص بسرعة. لا أبداً درويش، القصة مو هيك، هذا الرجال مو أهل للثقة أبداً. شخص مثل هاد كان ممكن يخون أعز صديق عنده اللي هو مازن، كيف بدك يا يكون وفي معنا نحن؟ المهم اللي صار صار، صح مازن ما فات السجن بس تبهدل، وهالشي صار لصالحنا نحن درويش، وبسبب هالقصة المشاكل كترة وراح تتطور وتكبر بين جانا ومازن. وهلأ جانا ومازن اللي كانوا بيحبوا ويعشقوا بعض كتير ومن زمان رح يقضوا كل حياتهم مشاكل، وبعدها هيك نحنا منكون فزنا عليهم فوز كبير. بس لسوء الحظ، لسوء الحظ عندي أمنية واحدة ما تحققت. لو قدرت إني أكسر عمود واحد من هالمبنى كنت رح استمتع. صبور يا أجيت، صبور، لأنه هلأ أنا لقيت طريقة لحتى أقضي فيها نهائياً على مازن وحطه بالسجن لآخر حياته. أي طريقة هي؟ ما بقدر أقول لك شي هلأ. ليش لا ليش؟ صحتك. صحتك. درويش، أنا دائماً كان عندي شك إنه أنت يلي كنت ورا هالقصة هي، بس ما بعرف ليش كنت كذب إحساسي، قلبي ما كان عم بيطاوعني، فكرتك تغيرت للأحسن على القليلة، مو كرمالك كرمالهم للولاد. بس أبداً أنا طلعت غلطانة، أنت مالك بني آدم، أنت مالك إنسان، أنت شيطان، واللي بيكون هيك بيزي أقرب الناس إله. درويش، أنا كنت ساكتة كرمال ولادي، بس هلأ لأ، أنا عرفت إنه ما رح تتغير درويش. لأ فايشو، أنت عم تظلمي هيك، درويش ما دخلوا أبداً. معلش يا مرت أخي، ما في داعي لحتى تعطي الشهادة لدرويش وتدافع عني. أنت كمان مالك أحسن، فكرتك تغيرتي بعد ما فشلتي آخر مرة وبطلتي هالتصرفات، بس كمان لأ، ما رح تتغيري. عاجبك هذا الطريق ما؟ أنتوا ما بدكم تتركوه؟ وانت اخي لازم يكون عندك شوية خجل، عم ترضى تقعد مع هيك ناس سيئة وعم تحتفلوا بفوزكم بالقضية. يا ترى بتعرف شو صاير معنا؟ بتعرف شو الظرف اللي عم يمرقوا فيه اهلك واخواتك هلا؟ بتعرف يا اخي انه فارشو صار معه حادث؟ شو؟ اختي فارشا وسوها. نحن خايفين على سوها وفارشا، ما عم نقدر نستوعب اللي صار، وانت قاعد هون وعم تحتفل كمان. انت شو عم تقولي؟ انا ما كنت بعرف ابدا وين صار الحادث وكيف صار. خلص ما في داعي لحتى تعرف بنوب. ماشي، لا تقليلي، رح اعرف بنفسي،
مانو تعي معي. لا ما بدي، ما عندي شيء أعمله بخصوص سعادتهم أو حزنهم، روح أنت لحالك. عم قول لحالي ليش أنا فايق مبسوط ومتفائل كتير اليوم، وأخيراً إجا خبر حلو مثل هاد. قديش حلو هالخبر، منيح اللي صار هيك. لساتكن واقفين بكل وقاحة؟ يلا روحوا من هون، يلا اتركيني. نلعو بايشو. شو جنيتي؟ شو عم تساوي؟ هدول الناس ضيوفي، مين بيتصرف بهالطريقة مع الضيوف؟ إذا كنت مضايقة كتير من شانهم يلا اطلع معهم. يلا آسف، لا تتضايقوا من الحكي اللي حكيته. بتعرفوا واحدة من إخواتها وقعت بالبحيرة، وبسبب هالشي صايرة هي كتير عصبية، وكمان بعد فترة قصيرة أختها التانية يمكن توقع من فوق الجبل وتتكسر، وهي كتير قلقانة ومتوترة بسبب هالشي. بس لا تواخذوها فايشو، أنتي قلقانة أكتر من اللازم. صح هلأ أختك جانا صحيح خسرت ابنها، بس هي منيحة ما هيك؟ أنا لهلأ لسه ما حققت أهدافي، لازم أعمل كتير لحتى دمرها على الخالص. أنت كيف بتتجرأي؟ عم ترفعي إيدك علي؟ بس كرمال جانا ومازن؟ تعي لهون، تعي! اتركني! فوتي لجوا! شو عم تعملوا؟ تعي بقى! اتركوني! تعي لهون! لك اتركوني! خلص اهدي شوي! طرفتيني كرمال جانا ومازن؟ أنا ما رح أرحمك أبداً! يلا! هي أول وحدة قدرت أخلص منها، وبعدين رح قرر شو بدي أعمل بالأخت الصغيرة. هلأ بقي بس أخت وحدة، ورح تعيش مثل أي شخص ميت بعد ما خسرت ابنها الصغير. ومازن كمان ما رح يقدر يعيش ولا يوم مرتاح. هلأ ما حدا بيقدر يمنع علاقة جانا ومازن من الانهيار، حياتهم بلشت تتدمر من اليوم. جيت مازن؟ 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 مازن وينه سهام؟ مازن بترجاك احكي قلي وينه؟ مازن عرفت شي؟ مازن لو سمحت قلي وينه؟ وينه سهام؟ مازن احكي اي شي، وينه سهام؟ مازن لو سمحت قلي انك لقيتهم، قول انك لقيتهم. لا تسأليني أي شيء جانا، أنت ما إلك أي حق تسألي أو تفهمي أي شيء بخصوص ابني سهام. مازن ليش هيك عم تحكي؟ قلي شو في؟ ما عم تفهمي شو قلت؟ بعد هذا الغلط يلي ارتكبتيه ما فيك تكوني بالنسبة إلي أنا لا زوجة منيحة أبداً، ولا حتى فيك تكوني أم منيحة كمان. مازن، مازن طول بالك، هي مو طريقة بتحكي فيها مع زوجتك. لو سمحت استاذ، هي قضايا شخصية كتير، لهيك بدي اطلب منك انه ما تتدخل بيناتنا. كل شي صار معنا بسبب عمايلة، يعني حضرتها المسؤولة عن كل شي.
مرة لازم نبهك أنا؟ كم مرة لازم قلك إنه لا تخلي سهام يروح لعند فرشة؟ بس ما بترد علي وسلمتها الصبي. وشفتي النتيجة؟ الله أعلم شو صار له هلأ. الله أعلم إذا ميت ولا عايش. مازن بترجع اليوم أي شيء سيء رح يصير مع سهام. بتكون المسؤولة الوحيدة عنه هي أنت. خلاص بكفي بترجاك، اسمعني شوي مازن. شو ضل شي ينسمع يا جانا؟ لحد اليوم أنا ما سمعت غير إلك، وشوفي شو صار فيني. بتمنى لو شي مرة على الأقل أنت سمعتيني، رغم من إني قلتلك لا تجي إجيتي. ليش لحتى تجي؟ أنت بتعرفي حالة فرشة العقلية وصرتي تخانقيها. لا مازن لا، بعد ما سمعت كل شي ما حمل عقله وقعت بأرضه. أنت بس المسؤولة عن كل شي صار، وبسببك أنت مات ابني سهام يا جانا. أنت وتأكدي إني ما رح سامحك بحياتي. أنا ما كنت متوقع منك كل شي عملتي. أنت أذيتينا كتير أنا وابني. من اليوم ورايح لا عاد تخليني شوفك. ما عاد بدي اطلع بوشي اللي قتلت ابني. الماس